مشاهدينا الكرام، تحية مجددة ونستكمل بقية فقرات غرفة الأخبار، حيث يترافق حلول فصل الحر مع حالات صحية عدة تؤثر على صحة المواطن، حيث يأتي التسمم الغذائي الذي تفاقمه الحرارة المرتفعة. ولا شك أن ذوي المناعة الضعيفة كالأطفال وكبار السن والنساء الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وغيرهم معرضون أكثر من سواهم إلى خطر التسمم بالغذاء، غير أن كل واحد منا مهدد بذلك في حال لم يتبع الإرشادات الوقائية اللازمة عند تناول الأطعمة. مشاهدين، للحديث عن هذا الموضوع نسعد بالتواصل عبر سكايب بالدكتور عبد الرحمن عيساوي، أخصائي تغذية. صباح الخير دكتور عيساوي. صباح الخير أستاذة، ورحب بكم في عيادة علم المدينة مدلس. كل الشكر. كل الشكر لك دكتور على تواصلك معنا. إذا دكتور عيساوي، مع قدوم فصل الحر ربما تزداد في هناك بعض المشاكل والمخاطر الصحية على جسم الإنسان، ومن بين هذه المشاكل التي نعاني منها ونواجهها يوميا هو خطر التسممات الغذائية. وقبل الحديث ربما عن الأعراض والمضاعفات ومخاطرها، يعني كيف يمكن أو متى يمكن لنا القول أن هذا الشخص مصاب بتسمم غذائي؟ نعم، أولا نبدأ بتعريف التسمم الغذائي. أول حاجة، هو التسمم الغذائي يحدث للشخص عند تناول أغذية ملوثة ببكتيريا أو ملوثة بسموم أفرزتها هذه البكتيريا من في هذا الغذاء هذا. يعني كاين نوعين من التسمم، التسمم الغذائي نقسموه إلى تسمم بسموم البكتيريا المفرزة داخل الغذاء، والتسمم بالبكتيريا نفسها التي تحدث مرض عند هذا الإنسان. لهذا نعم نعم دكتور، أنا أسمعك، تفضل. فتكون هناك أشخاص، هذا التسمم الغذائي عادة يكون خفيف، يكون إسهال خفيف ولا تقيؤ ولا حتى غثيان، لكن عند بعض الأشخاص كما تفضلتي وقلتي في المقدمة يقدر يسبب عند عندهم ضعف في المناعة، مثل الأطفال الصغار، مثل كبار السن، النساء الحوامل، والناس اللي تعاني من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، أمراض السكري، يقدر يسبب لهم مشاكل صحية كبيرة. وهي صح في أغلب الأحوال التسمم الغذائي يكون بينا صدر، يكون يعطي بعض الأعراض ويفوت، لكن عند هذا الأشخاص كما نقولوا دي جون لي بيرسون فراجيل، هذو راح يعطينا عندهم مشكل كبير في الصحة، يقدر يتسبب حتى في الوفيات. لذا يجب العمل لتجنب هذا التسمم. نعم، ومن بين هذه الأعراض دكتور عيساوي، يعني ربما ما هي الأعراض الأكثر خطورة على صحة الإنسان؟ نعم، أعراض التسمم تتقسم إلى عدة أعراض. عندنا الغثيان اللي هو الإنسان يحب يغلي، يحب يتقيا، عندنا القيء في حد نفسه، عندنا الإسهال الحاد، وعندنا آلام البطن ولا آلام في الرأس ولا حتى حمى شديدة ولا حمى خفيفة، في عدة حالات توجد عدة حالات، وفي بعض الحالات حتى الإنسان يصاب بدوار عند الوقوف أو عند محاولته للوقوف. هذا الأعراض تبدأ في غالب الأحيان تبدأ بالغثيان والقيء والإسهال، مما لا يستدعي زيارة الطبيب في كل حالة. كيفاش نقولوا، لا يستدعي زيارة الطبيب، لكن بعض الأعراض منها الحمى الشديدة، تواصل الإسهال لعدة أيام مثلا 3 أيام، والقيء لعدة أيام، فقدان كثير من الماء، يعني جفاف في الجسم، هذا اللي يخلينا، ولا حمى تفوت 40 درجة، هذا يخلي لازم المريض يذهب مباشرة عند الطبيب ليصف له بعض الأدوية و لعلاج هذا الأمر. نعم، ونتيجة تعرض الأشخاص لهذه الأعراض دكتور عيساوي، نتيجة إصابتهم بخطر التسممات الغذائية، يعني هل في هناك مضاعفات أخرى، يعني في حال عدم استشارة وتوجه إلى العيادة، يعني من أجل التشخيص دائما؟ نعم نعم، قلنا المضاعفات تبدأ من إسهال خفيف وتقدر توصل حتى إلى فقدان كثير من المياه، مما يؤدي بهبوط كبير في ضغط الدم، ما يؤدي إلى مشكلة مضاعفات خطيرة تقدر تصل حتى الموت.
لهذا نعم، يجب ربما عدد المضاعفات تكون يعني أكثر بالنسبة للأشخاص ذوي الأمراض المزمنة، يعني هؤلاء ربما يتوجهون نعم مباشرة إلى الاستشارة كما الطبية. ذكرناهم. نعم، هذه الأشخاص ننصحهم باستشارة الطبيب مباشرة وعدم الانتظار، لأن كل ما انتظرنا كل ما كانت عدد البكتيريات أكثر، كل ما كان التأثير أكثر. نعم، ولو نتحدث عن نوعية التغذية أو الأنواع المعرضة لخطر التسممات الغذائية، خاصة وأننا ربما مقبلون على فصل الصيف وهذا الفصل تكثر فيه مثل هذا النوع من التسممات، يعني ما هي الأغذية الأكثر عرضة للإصابة بالتسممات الغذائية دكتور؟ نعم، الأغذية الأكثر عرضة للتسممات هي الأغذية اللي نأخذها نيئة لما نطبخهاش، وأكبر عامل من ناحية احتمال وقوع التسمم هي عندنا أغذية الحليب ومشتقاته، حليب ومشتقاته، عندنا اللحوم الحمراء، عندنا الدواجن، عندنا البيض، وعندنا المأكولات البحرية التي تؤكل نيئة لا تؤكل. نعم، وماذا ربما عن المقليات دكتور عيساوي؟ يعني ربما هذه الأغذية تكثر خلال هذه الفترة، وخاصة من الأسماك التي تعرض بدون مبردات لا تعرض، عندما نعرض سمك مدة أكثر من يوم فوق في الرصيف، ولا هذا مشكل، ولا نعرضه مباشرة للشمس، يرجى منه استعمال وعرضه في الظل، تغطيته والحفاظ عليه في ظل الجو نعم، المبرد. وانا اشرت يعني الى سمك التونه يعني بالتحديد دكتور عيساوي، لان نظرا لكبر حجم السمكه، يعني لانه ربما التاجر في ذلك اليوم لا يقوم ببيعها كامله ويقوم بتخزينها، ربما هي الطرق الاكثر امنا وسلاما على صحه المواطن. هي طريقة ينصح بتقطيعه، وضع ما يستطيع بيعه لعرض مباشرة لكي يقطع، والآخر يوضع في ثلاجة في انتظار بيعه، لكن عرضه كله مباشرة في الطريق هذا يقدر يعرضه إلى التحول. لكن سمك تونة فيه في 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 اليوم الأول أنا ما أظنش بلي يكون فيها فساد، لكن من المستحسن احترام شروط تخزين وبيع هذه الأنواع من اللحوم خاصة الأسماك. نعم، وما هي الأغذية التي ينصح بتناولها خلال هذه الفترة؟ يعني خاصة دائما ربما نركز على الأشخاص الذين هم يتوجهون خلال هذه الفترة إلى الجولات السياحية، سواء إلى الشواطئ أو غيرها من المناطق الجبلية، الذين يبحثون ربما عن الراحة والاستجمام، والذين يأخذون معهم ربما المعلبات، يعني هل هذه المأكولات والأغذية أيضا ربما تسبب لهم بعض التسممات الغذائية وينصح بربما الطريقة الصحيحة لأخذها واستلامها معهم؟ نعم، هي يعني نبدأ من تخزين المواد الغذائية، يجب أن تخزن جيدا في البراد، وحتى هنا عندنا مشكل في لا ديكونجيلاسيون، مثلا يكون عندك غذاء مجمد ونقوم بنزع الثلج عليه مثلا يخرج من الثلاجة، هنا ننصح بتنظيفه جيدا، ننصح بعملية نزع الجليد عليها لا ديكونجيلاسيون، ننصحوا يديروها نجبدوه من المجمد نضعه في الثلاجه لكي ياخذ على هذه، ننصحوا يقوموا بهذه العمليه يوم قبل ما نستعمل هذه الاغذيه المجمده. فيما يخص المعلبات يجب احترام تواريخ فساد هذه، نعم تواريخ فساد هذه المنتوجات، يجب ثاني احترام نظافة الأواني التي نأكل فيها، احترام ثالث نظافة الأيدي، غسل الأيدي جيدا، احنا خرجنا من جائحة كورونا، رانا تعلمنا بزاف بلي غسل الأيدي عنده أهمية كبيرة في عدم تنقل الفيروسات والميكروبات، لذا يجب المحافظة على هذا كما نقولوا لي ريفلكس اللي تعلمناهم من كورونا، نحافظوا عليهم من أجل تجنب هذه التسممات إن شاء الله. نعم، وما هي الأغذية التي ينصح بتناولها خلال هذه الفترة دكتور عيساوي؟ يعني دائما من أجل فترة الحرارة ينصح بأخذ الأغذية الطازجة، مثلا فواكه، خضر، غسلها جيدا، السلطات، وأخذ الأغذية الغنية بالسوائل،
مثلا فواكه، مياه، مياه والحساء، حساء حاجة جيدة، أخذ الأغذية المطهوة في البيت، طهو كمية قليلة ما نستعملوش. كاين ناس كيقول لك في الصيف نطيب بزاف باش ما نقعدش نطيب شكوى، مي هنايا نقدر نتعرض لخطر التسمم. وثاني حتى في أثناء اقتناء هذه الأغذية يجب اختيارها جيدا، شراؤها عند محلات معروفة، محلات اللي تحترم شروط النظافة، وما نشروش من مصادر ما نعرفوهاش. نعم، يعني وهل نفهم من خلال كلامك أننا نتجنب الأغذية المعروضة في الأسواق الموازية؟ وش أقول لك؟ هل هذا الأمر يمكن تطبيقه في الجزائر؟ ما شكيتش، لأن الأسواق هذه موجودة، لكن يجب العمل على تنظيف هذه الأسواق، والعمل على حث هذا الناس اللي تبيع على احترام النظافة واحترام المشاوير. وخاصة عندنا احنا الأسواق كي تكون ذات معايير عالمية ومعايير نظافة، هذا أمر مفروغ منه، هذا أمر واقعي، ويجب احنا نتأقلموا مع هذا الرسوم، ونكونوا قدوة، ونكونوا كالبلدان المتقدمة في هذا المجال. نعم، وإن شاء الله نتمنى أن يكون في هناك يعني مراقبة وحملات توعوية تحسيسية خاصة خلال هذه الفترة. دكتور عيساوي، نتحدث ربما عن مخاطر التسممات الغذائية، يعني في حال ما إن أصيب الشخص بتسمم غذائي، يعني ما هي الإسعافات الأولية التي يمكن أن يتبعها من أجل تجنب مضاعفات أخرى؟ نعم، خلال الإصابة بالتسمم الغذائي، المشكل هنا التسمم الغذائي يشبه كثيرا لا جاستروانتيريت، خاصة عند الأطفال ولا عند الكبار. لا جاستروانتيريت ولا هي تسمم فيروسي، يعني الإنسان يصاب بعدوى فيروسية لها نفس الأعراض مع التسمم الغذائي اللي تسببه بكتيريا ولا سموم البكتيريا اللي يكون في الغذاء. لذا يجب أن نعرف جيدا ما هو التسمم الغذائي. التسمم الغذائي الأعراض تبدأ بعد وجبة ولا بعد أكل غذاء مشكوك فيه تبان، لكن لاغاستروانتيريت تكون في ما ليس شرط أن يأكل المريض كلام مع ناس اللي عندهم نفس الأعراض، يعني هنا الفيروس اللي انتقل. هنا الانسان واش يدير؟ اول حاجه يحافظ على درجه الحراره، اذا كانت عنده حمى يسي ينقص درجه الحراره باخذ مسكنات للحمى، اخذ مسكنات للالم، واخذ حتى بعض مثلا بعض المكملات اللي تقدر تعاون على التخلص من هذه السموم، مثل الفحم الفعال، واخذ كثير من السوائل، خاصه اخذ كثير من السوائل. لكن في حاله ما كانت الحمى كبيره، كانت الاعراض القيء والاسهال كبيره والام كبيره، ولا حتى عند الاشخاص الضعفاء في المناعه تاعهم، قلنا هذا يتوجهوا مباشره عند الطبيب، خاصه اذا كانت الاعراض طالت المدة، مثلا أكثر من يومين، أكثر من 48 ساعة بنفس الأعراض، هنا يتوجه عند الطبيب. الطبيب ليس في كل الحالات راح يوصف له مضادات حيوية، لكن كاين بعض الحالات وبعض الأعراض اللي تسمح للطبيب يحدد نوعا ما، ولا بعض التحاليل يتحدد لنا نوع الميكروب. هنا كاين حالات من يجب وصف مضادات حيويه او ادويه اخرى لمساعده المريض على التخلص من هذا التسمم. نعم، ومن اجل الوقايه دكتور عيساوي، يعني من خطر التسممات الغذائيه وحتى نتفاداها كليا، يعني هل يجب علينا ان نتفادى الاكل خارج المنزل وربما نستعين فقط بالاكل المنزلي؟ نعم، هكذا راح ينضموا جماعة المطاعم نعم دكتور، يبدو أنه في هناك انقطاع. نعم، إذا دكتور هل تسمعني؟ دكتور عيساوي؟
في هناك نعم، تذبذب كاين للإنترنت؟ انقطاع؟ نعم، كان في هناك انقطاع نعم فقط، يعني نعم بخصوص قلت لك دائما إتمام الفكرة. نحن نشجع الناس طيب الغذاء تاعها في المنازل بطبيعة الحال، في المنزل يكون غذاء معروف المصدر، معروف وين جاي، معروف نظافة البيت، الأم تبذل مجهودها باش يكون غذاء طازج، باش يكون غذاء صحي، لكن هذا ما يمنعش باش الناس تستمتع وتذهب في جولات، وما يمنعش باش يكون عندنا مطاعم ذات معايير عالمية ومعايير في النظافة. وحنا نشجعوا أصحاب المطاعم، بل بالعكس نشجعوهم ونشجعوا الناس يروحوا عندهم، لكن يخيروا مليح المطاعم اللي يروحوا لها. كاين مطاعم ما شاء الله في بلادنا مطاعم جيدة، وهذا ما يشجع السياحة في البلاد ويشجع حتى الشباب اللي يعملوا في هذا المجال هذا. نعم، إذا نشكرك دكتور عيساوي عبد الرحمن، أخصائي التغذية، على كل هذه التوضيحات والنصائح بخصوص موضوع التسممات الغذائية وكيف نتفادى الإصابة بها وبمخاطرها. إذا مشاهدينا، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الفقرة، وغرفة الأخبار لازالت متواصلة بعد الفاصل.